بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع الميل التاني بيخلينا دايما حاسين انه ورانا شغل كتير وعاوزين نركز في محبة الناس اكتر من كده، وان الواحد بيفترض احيانا انه عامل اللي عليه لكن بالمعيار الإلهي لا، هو مش عامل اللي عليه. كل اللي قلناه تقريبا هيجتمع تحت الوصية العظمى دي: تحب قريبك كنفسك. إذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ المسيح رجع له السؤال: أنت مكتوب إيه عندك؟ اللي مكتوب عندك ما تغيرش. دي تؤكد أن المسيح ما لغاش العهد القديم، لأن أخطر سؤال: أعمل إيه عشان أروح السماء؟ قال له: الإجابة عندك في الناموس. فهو الناموس يعرف إن أهم وصيتين هيسمعهم، فقال له: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. فقال له: بالصواب أجبت. صح، إجابتك صح، إجابة ناموسية، إجابة من العهد القديم تسري على العهد الجديد، إجابة معتمدة من المسيح نفسه: حب ربنا، حب الناس، هتدخل للسم، افعل هذا فتحيا. مش كفاية انك تبقى عارف، لا، لازم تعيش بقى. واضح؟ يبقى احنا عاوزين نعيش في الحب الإلهي. طبعا بدل بحب ربنا هقبل كل اللي قاله، فضمنيا في إيمان مستقيم وفي توبة، عشان أنا بيحب ربنا بيكره الشر. لكن كمان تحب قريبك بقى، ده موضوعا. تعرفين بعدها الراجل ده عشان اتزنق، كان فاكر المسيح هيقول إجابة مختلفة فكان هيقاوح. هو زنقه ليه؟ لأنه قال له: أنت عندك إيه؟ قال له بس خلاص، هو ده. فحس إنه هو أنا كده صح، فقال له: طب من هو قريبي؟ وبدأ حوار السامري بعدها. إذا الوصية الأولى أولادي والثانية مثلها، بمعنى إيه؟ الوصية الأولى هي حب الإله، بس الحب الإلهي برضو درجات: تحب من كل القلب، من كل الفكر، من كل النفس والقدرة. طلع إنه موضوع كلنا بنحب ربنا، بس لا، في ميل تاني في الحتة دي. إحنا مش بنحبه زي أنبا أنطونيوس، مش بنحبه زي القديسين والشهداء، مش بنحب ربنا زي اللي ادوا كل حاجة زي بتاعت الفلسين. إذا احنا كمان حتى في الحب الإلهي في درجات كتير. ممكن تكون انت بتصلي 10 دقايق صبح وليل، مين الأول؟ بتحاول تراعي ربنا، مين الأول؟ تحاول ما تغلطش، ماشي كويس، بس في أكتر، مطلوب السكة فيها شغل كتير قوي. الثانية مثلها، دي إجابة المسيح ودي إجابة مفيدة قوي. ليه؟ يعني لا تقل أهمية. للأسف في بعض الناس بيركزوا في العبادة أكتر من السلوك أو العلاقات، وفي ناس بتركز في العلاقات وتتجاهل العبادة. افتكروا الكلمتين دول: العبادة أو الحب الإلهي ده علاقة بينك وبين ربنا، فيها الصلاة، فيها الصوم، فيها الإنجيل، فيها الخوف المقدس، فيها تجنب الشر، فيها كل حاجة. العلاقات بالناس هي الجناح التاني اللي يطيرك، ما تقدرش تتجاهله. من غير ما تحب الناس، حتى لو بتصلي 7 صلوات مش هتدخل السما، حتى لو بتصوم للغروب كل الصيامات مش هتدخل السما. الثانية مثلها، يعني لا تقل أهمية عنها ومرتبطة بيها، لأنها برضو من نفس منظور كلمة تحب، تحب ربنا وتحب الناس. طبعا يوحنا الحبيب بالذات شغلنا وقال إيه: هو اللي يحب ربنا يحب الناس، وما يقدرش الواحد يحب الناس من غير ما يحب ربنا. وإن كنت تحب الله الذي لا تراه، كيف تحب الإنسان الذي تراه؟ يعني مش هينفع غير كده. فربطهم ببعض. عموما لما دخل عن تحب قريبك، الناموسي قال له: إذا أراد أن يبرر نفسه. خلي بالكم الحتة دي بقى، لأن ده موقف أغلبنا. عادة بنبرر نفسنا قدام ضمائرنا. أنا بعت رسالة لبشوي كان تعبان، عملت اللي علي، ده تبرير للنفس، انت ما عملتش الوصية. الوصية مش بتقول ابعت رسالة، الوصية بتقول اتعامل معاه زي ما كنت هتتعامل مع نفسك بالظبط.
ده مستوى مختلف خالص من المجاملة والواجب لا ده حاجة تاني خالص، كنفسك. يبقى دخلنا في حتة هي دي اللي ضمنيا تحتوي الميل التاني طبعا، لأن لو ده موضوع يخصني قوي، لو مشوار يهمني قوي هروح له أميال. فهمت الفكرة؟ لأنه يخصني. طب يخص أخويا، تقدر تروح معاه أميال في مشواره هو؟ أرجع آية تاني بيقولها القديس يوحنا: إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه هو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي يبصره أبصره، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ يعني فشلك في التانية يؤكد فشلك في الأول، أو عدم نجاحك في تحب قريبك كنفسك يشكك ربنا في حبك ليه، أو يعني يفضحك في أن الآية الأولى كمان مش مستقيمة. لو أنا محبتش الناس بجد من قلب طاهر بشدة، ما ينفعش أقول بحب ربنا قوي، لا، ما يتمزعوش من بعض، هما لازقين لبعض الاتنين دول، متكاملين الوصيتين دول. محبة النفس، كلمة محبة النفس، الكلمة دي الحقيقة لغز، بعض النفسانيين خدوها وقالوا المسيح ما لغاش إنه الآية بتقول حب نفسك وحب الناس زي نفسك. بميل لتفسير آخر بيقول إن الإنسان لما كان في الجنة ما كانش عنده حب النفس. آدم لما شاف حواء حس بمسؤولية، وحب حواء ما حبش نفسه فيها. ده الحب الحقيقي اللي هو إيه؟ بهتم بالآخر. أول ما دخلت الخطية ظهرت حتة حب النفس الأنانية. آدم بقى عاوز يطلع بريء، مش مهم، حواء تلبس المشكلة، وحواء عاوزة توزع المشكلة على الحية، ودخلت حتة أنا نفسي، يلا نفسي، عاوز ينقذ نفسه، مش مهم الباقيين. فهنا ده البعض بيعتبره نتيجة السقوط، ان الحب الحقيقي البديهي البسيط اللي اتخلقنا عليه ما فيهوش تركيز على النفس اساسا، في دايما تركيز على الاخر. زي مثلا الامومه من اجمل صور الحب الحقيقي، لان الام فعلا من غير ما تفكر نفسها بتنسى نفسها مع عيالها. فده لوحده كده اكزامبل صادق، مش محتاج شغل كتير. ليه؟ لانها بتدي من غير ما تاخد بالها انها بتدي، وبتفكر في عيالها من غير ما بتعتبرها مجاملة ولا واجب، لا، هي طالعة تلقائي قوي. التشوه اللي حصل في البشرية هو اللي خلى الإنسان يحب نفسه زيادة، وبقى صراع بين إن أنا أحب نفسي ولا أحبك، دخلنا في أزمة، قبل كده ما كانش في أزمة. لكن لو كمان في تفسير تاني يقول لو الواحد شبعان بحب ربنا قوي بيحب الناس قوي وبيعتبر واحد نفسه واحد من الناس، فاهمين إزاي؟ يعني كوني بحبكم كلكم، طب ما انا احط نفسكم نفسي معكم، مش هكره نفسي. يعني مفيش ما يدعو ان انا اكره نفسي، ما انا برضو محبوب من ربنا زيكم، واحبكم وحبني كمان بس زي بعض، عشان ما يبقاش في ايه تميزت نفسي. هقول الكلام ده بشكل عملي عشان ما يبقاش ايه عالم. ازاي الانسان الاول بيقبل نفسه في الطفولة؟ بيقولوا دايما ان الطفل يتولد يميل شوية للأنانية، ودي من علامات السقوط او التشوه او الفساد. الطفل بيبقى عاوز كل حاجة ليه، وانتوا عارفين ازمة الطفل التاني، ما بيجي طفل تاني تلاقوا عدوانية في الطفل الاولاني. ليه؟ في منافس، لان هو بيتملك امه ويتملك ابوه، ففكرة ان حد تاني بيخترق مملكته، فتلاقي مع انه طفل بريء جدا لكن بتبان على طول. هنا قبول الطفل لنفسه مرتبط جدا بقبول الوالدين والمجتمع ليه. وخلي بالكوا ده حصل معانا كلنا الحمد لله في التربية تشوهات، انه ما خدناش قبول كافي كلنا من اللي حوالينا. بمعنى ايه؟ اي انتهار شديد، اي اهمال، اي تجاهل، أي عنف في التعامل، بيصدر رسالة لكل طفل إيه؟ أنت وحش، أنت مرفوض، أنت عبء علينا. فيبقى هنا ابتدى مش عارف يحب نفسه ليه، أو مش عارف يقبل نفسه، لأنه بيترجم عنده ماما مش بتحبني، بابا مش بيحبني.
فيبتدي طول عمره يحاول يرضي كل الناس عشان يكسب الحب، بينما هو الحب المفروض ما بيدفعلوش تمام. فاهمين اللي بقوله؟ فهنا هو عايش معركة وهمية طول حياته، بيستدر عطف الناس وبيشحت الحب ليه؟ هو المفروض محبوب في ذاته من غير ما يعمل حاجة، لكن لأنه اللي بيحبوه مدلوش الحب، فهو طلع ايه؟ قلقان جدا وخايف وبيبحث عنه. خبطات الرفض بالذات، التروماز بقى اللي في التربية بالذات في الـ5 سنين الأولى، بتكون موقف داخلي مزمن من الرعب والقلق والبحث عن الذات. كل الناس بتدور تلاقي نفسها، عارفين ليه؟ لأنه هي اتخبطت في إحساسها بالقيمة أو الأهمية، فبيفضل طول عمره عاوز يثبت نفسه، بينما ربنا بيقول له أنا بحبك من غير ما تعمل ولا حاجة، بس هو مش مصدق. ليه؟ لأنه المفروض كان يقولها له أبوه أو أمه وكذا مرة ويثبتوها، عملوش. فابتدى يتعرض بقى الى خبطات، لو انت ما نجحتش انا هكشر في وشك، انا مش هتعامل معاك. لسه مقابل اب بيقول لي انا بقالي شهر مخاصم ابني. قلت له ابنك سنه كام؟ قال لي 6 سنين. انا كنت هنهار، انت بتحطمه تماما، انت بتعمل ايه في ابنك عشان جاب نمرة وحشة؟ ايه اللي بيحصل ده؟ تخيلوا التحطيم قد ايه؟ 6 سنين يتمنى ان ابوه ياخده في حضنه ومش طايل الحضن. انا تاني برجع لقصة القلق المزمن اللي اصبح في الجيل كله. قلة حب يا جماعة، مش شبعانين بالحب. انا هوصل ازاي تحب قريبك كنفسك، اللي هو بختم بيها المؤتمر. كأن في سؤال داخلي موجود في 70-80% منكم وفي 100% في وقت. هو انا مقبول؟ هو ابونا راضي عني؟ هو جوزي راضي عني؟ هي مراتي راضي عني؟ هو ابويا بالجسد راضي عني؟ هو الريس بتاعي راضي عني؟ هو اصحابي راضيين عني؟ السؤال ده داخلي، وهو ده السؤال المزعج الاساسي اللي بيجيب القلق والخوف. بينما لما تبص لربنا اللي متعلق على الصليب، السؤال ده مختلف خالص. انا بحبك زي ما انت. السؤال ملوش اي معنى بالنسبة للمسيح. ليه؟ انت محبوب لانك شبهه، لانك هو خلقك على ايديه، هو عاوزك تروح السماء. يكفي انك توافق على القرار بتاعه وتقول له لتكن مشيئتك، يلا بينا. بس فهنا القصة مختلفة خالص. الخوف وصغر النفس والانسحاب والكلكعة اللي احنا عايشين فيها دي كلها موجودة بسبب السقوط البشري. الانسانية سقطت في آدم، وكمان التربية اللي دايما مش كاملة، مهما كان المربيين هم برضو مقصرين بدرجة، وبالتالي يبقى في جوع انساني للامان المرتبط بالحب على طول. انا كل ده بحاول افسر تحب نفسك دي، لان في ناس وصلت انها بتكره نفسها، او في ناس بتحاول تتحب، عايش طول الوقت مرة واحدة لسه بتقول ابونا انا عاوز اتحب، انا مش فارق معايا جواز ومش بيجي في دماغي الجنس خالص، انا عاوز اتحب بس. قلت لها انت معاك حق جدا، انت ما بتقوليش كلام عيب، انت بنت طبيعية 100%، انت مثل لاي انسان حقيقي زي ما ربنا خلقه، لان انت قصة حب، لان الله محبة وانت اتخلقتي شبهه. فكونك عاوزة تتحبي، انت مش بتقولي كلام وحش، انت فعلا محتاج وانا محتاج، بس ما تفضليش تستني. اشبعي بالحب الحقيقي اللي ما فيهوش كذبة بتاع ربنا، وروحي غرقي الناس حب، هتلاقي نفسك حتى البشر كمان حبوك. ما تستنيش الجواز، مش هو اللي هيحللك المشكلة، ولا تستني العيال، مش هي اللي هتحللك المشكلة، لانه في ناس كتير عايشة مستنية كأن ده الحل، ويطلع حل في شنك. لما احترمنا للمتزوجين، لان الحل الحقيقي هو ربنا. ازاي افكر في نفسي؟ طيب انا عاوز اوصل لكلمة تحب قريبك كنفسك، فاصبح الستاندرد اللي هنقيس بيه حبنا للناس هو حبي لنفسي. فانا وانا سايب ايدي كده من غير ما افكر خالص، بحب ايه؟ اريحني، مش كده؟ بحب انجح، ده من غير ما افكر. بحب ابقى متميز، بحب اتحب، بحب اي مشكلة تخلص ليه؟ خلاص بحب ما اموتش،
ايه رأيك اللي انت قلته من غير ما تفكر خالص ده اللي هو انت سايب ايدك، يعني ايه رأيك ده اللي هيتطبق على الاخر؟ المفروض تحب له كل ده بنفس الدرجة. لما افكر في نفسي بحب ان انا اتسامح، انا قصرت مع ابونا ما سألتش عليه، ببقى نفسي يقول لي انا مش زعلان، ريحتني، ريحني لانه سامحني، يبقى انا هعمل كده مع كل الناس. امين. فبفكر في نفسي بطريقة انا محتاج غفران طول الوقت، محتاج انا سامحني مش بس الناس تسامحني، وهو ده اللي بيقدمه المسيح طول الوقت. ومهما غلط افضل متسامح، يفضل ابويا السماوي يسامحني واللي حواليا يقبلوني مهما غلط. ينفع تعمل كده في الناس؟ ده السؤال الصعب. بفكر في نفسي بطريقة التعاطف. كتير مننا بيشفق على نفسه، ساعات تقع في شهوات أو في أفكار وحشة أو في خوف يكسف الواحد من نفسه، وبعدين يبتدي برنامج الأعذار يشتغل. ما أنا برضو شاب والظروف قاسية، ما أنا كنت زهقان، ما هو برضو الدنيا ملطشة كان لازم أخاف. أنت عملت إيه؟ برنامج الأعذار هو وليد الشفقة. أنت أشفقت على نفسك فعلى طول طلعت البرنامج الكمبيوتر اللي في دماغك شوية أعذار وحجج. هو دايما لازم يشتغل مع الناس، تشفق على الناس وتطلع برنامج أعذار طول الوقت، تبقى بتعمل اللي المسيح عاوزه. واضحة؟ الشفقة هي اللي بتطلع العذر. مين يديني مثل من الكتاب إن الشفقة تولد العذر؟ ها، مين جايبها؟ ده احنا داخلين على الموسم يا جدعان. ايوه نينوى يا عبير طبعا. قال له ايه؟ قال له انت اشفقت، افلا اشفق؟ وجاب العذر على طول. قال ايه؟ لا يعرفون يمينهم من شمالهم. يبقى المسيح اشفق على نينوى اللي كلهم شر، وبالشفقة اوجد العذر. فاهمين؟ دول اشرار، لا دول مش عارفين الصح من الغلط. يا رب انت طيب قوي على فكرة، دول مفتريين، دول مجرمين، دول مش عارفين. عارفين؟ اغفر لهم يا أبتا، ها، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الشفقة الإلهية ده الحب بقى. لو أنت بتشفق على نفسك، وده 24 ساعة على فكرة شغال، ها، يا ظهري وجعني لازم أريح، أشفقت على نفسك، أنا جعان قوي لازم تلات ترغيف، أوكي أشفقت على نفسك مش كده؟ أنت شغال من غير ما تفكر. يعني هو ده ليه ما بيحصلش مع الناس؟ ليه الأعذار ما بتطلعش بالساهل؟ تحب قريبك كنفسك. إزاي بقى يحب تحب قريبك كنفسك؟ أول حاجة، إيه رأيك نحاول إن قريبك يشغلك زي ما نفسك بتشغلك؟ ده أكبر تحدي يا جماعة، إن قريبك يشغلك زي ما أنت شاغل نفسك. أحكي لكم قصة أنا افتكرتها وأنا بتكلم دلوقتي. واحد من ولادي زمان قوي قبل ما ترسم كان تعثر في الطب، وهو متفوق بطبيعته، أنا فاكره دلوقتي لأنه دكتور كبير دلوقتي. تعثر يعني جاله ملحق وهو متفوق، وبعدين كان ملحق يعني مادتين، مادة عدى فيها ومادة تانية نزل، فهيعيد السنة. قاسية قوي في الطب. ليه؟ لأنه الدفعة بتبقى مترابطة قوي، فلما بيتأخر دفعة نفسيا بتبقى لا حصل دول ولا حصل، فاهمين؟ في الهوا بقى. فدي بتبقى قاسية قوي بالذات في يعني في كليات الطب عادة الحتة دي، أو على أيامنا كانت كده. الشاب ده جالي الدنيا مظلمة في وشه جدا، لأنه مش متخيل المتفوق بتاع الثانوية العامة اللي العيلة كلها بتفتخر بيه هيعيد سنة، فكانت قاسية جدا. أنا ربنا اداني نعمة، قلت له، كنت في العيادة ساعتها وقاعد معايا ومنهار يعني، قلت له بص أنا عندي ملجأ، بيقولوا لي ابعت لنا حد يذاكر للعيال. ينفع حبيبي تروح تذاكر للعيال؟ بص لي كده بأسى، يعني هي ناقصاك بس؟ يلا حاضر. الشاب ده تلات عيال في الملجأ قعد يذاكر لهم 6 شهور، نسي نفسه تماما، نسي نفسه. خلي بالكم العيال تفوقت على ايديه، بقى في منتهى السعادة لأنه نسي نفسه، طلع بره مشكلته، اداهم قلبه وعقله وخلاهم ناجحين جدا، لان دول محرومين من الاب والام، وتبنى مشكلتهم على حساب نفسه ومشكلته. تفوق في الدراسه، طلع من الاوائل، بقى دكتور كبير قوي. ايه ده؟ هو ده اللي قاله المسيح.
تحب قريبك كنفسك. لما حب الأطفال دول وانتهى من دماغه هو حساباته لنفسه، خف، فاق، اكتشف رسالة، نجح، انطلق، واضحة؟ بينما لو قاعد مطرحه مزنوق في مشكلته كان اتحطم خالص، كان غالبا فشل جاب فشل. لكن هنا الفشل جاب نجاح كبير قوي عشان النقلة دي. تقدر تعذر الناس زي ما بتعذر نفسك؟ دايما فكر فيها دي. شاطرين جدا احنا في فن الأعذار، لكن فاشلين جدا في محاولة التماس الأعذار. وده يؤكد ان الوصية بعيدة قوي. تحب قريبك كنفسك، يعني العذر جاهز لأخوك مش ليك، وما تعذرش نفسك. مرة كاهن كبير، ربنا يديله العمر، فوق 80 دلوقتي، فبقول له ابونا، كنا في مؤتمر وكنت لسه خادم، ابونا معلش الشباب ما صحيش للقداس، كنا بقى شباب يعني ثانوي وانا خادم، فكتير منهم ما جاش للقداس، وقدسك سهران طول الليل وداخل القداس من بدري. قال لي بص يا ابني، العيال معاها حق، غلبانين، انا كاهن، انا معذرش نفسي ابدا، لكن معذورين برضو، دول شباب. بصوا قال لي ايه، انا معذرش نفسي ابدا، لكن دول معذورين، دول شباب، ما حصلش حاجه، بكره نصلي قداس تاني. حسيت بالابوه الحلوه دي، انا معذرش نفسي، لكن اعذرهم على طول. احنا بنعمل عكس كده، انا بعذر نفسي ما بعذرش اللي حواليا. يبقى الميل التاني، لا ما تفوتش لنفسك والا هتضيع، لكن فوت للناس، ما يهمكش، ناس غلابه، عيش بمنطلق الشفقة والأعذار، هتلاقي ربنا يبارك لك في كل خطوة. هل بنفس الإصرار على نجاحك تصر على نجاح اللي حواليك؟ كلنا نحب النجاح، كلنا نحب التميز. هل أنت حريص بنفس الدرجة إن كل واحد من اللي حواليك يبان، يلمع، ينور، يظهر؟ ينبغي أن هذا يزيد حتى لو على حساب نفسك. ده تحب قريبك كنفسك، ولا انت هتفضل طول حياتك بتقاتل عشان انا عاوز اظهر، انا عاوز يسقفولي؟ طب بعدين يا حبيبي ما سقفولك خلاص، انت هتفضل تجري ورا التسقيف على طول؟ في حاجة بعد كده اجمل من كده كتير قوي من نجاحك الشخصي، انك تشوف النجاح في حياة اللي حواليك، وده الرصيد الحقيقي اللي ليك. عشان توصل للحتة دي أرجع تاني وأقول أن الميل التاني يحتاج للحب الإلهي. لما بشبع بربنا قوي بعرف أنسى نفسي. فاكرين الطفل اللي أنا قلت عليه شبعان بوالديه قوي؟ ده طاقة حب، ده يطلع أفضل شخصية، ده اللي له ميشن في الحياة، لأنه متربي في بيت شبعه، فمش داير يشحت حب من حد، هو مستعد يدي الحب لأي حد، لأن في طاقة ضخمة جواه خدها من طفولته أو خدها من كنيسته. السامرية عملت كده، غرفت من المسيح حب بلا حدود، غيرت بلد، مش محتاجة حب من حد خلاص. إذا احنا محتاجين نشبع بالحب الإلهي عشان نعرف نتاجر ونعيش الكلام اللي بقالنا ليلتين بنقوله ده، ازاي ننسى نفسنا، وازاي نفكر في غيرنا، وازاي نمشي معاه مشوار واثنين وثلاثة، وازاي نعمل أكتر من التوقع. too much، بس ده كله هيجي بالحب. لما بتحس ان ربنا بيحبك قوي بتبقى بسهولة جدا بتدي الحب للي حواليك. ما يكون ربنا غني معاك قوي انت بتطلع جنرس كريم من غير ما تعمل مجهود. مرة رحت زمان في بداية خدمة انبا برام لقرية في أسوان بالمناسبة، كان كاهن قديس الله ينيح روحه، كاهن عايش في ظروف قاسية جدا، وبيته على قده جدا، وانا معايا 4-5 خدام بهوات من مصر. الراجل عمل لنا وليمة، انا عارف انه مش هيلاقي ياكل بقية الشهر، من كتر الطيبة والكرم، كان يعني تقي جدا ومعروف بالقداسة، لكن باين عليه في الكرم. طب حبيبي سامحني، يعني احنا جايين عشان نشيل معاك الغلابة. لا لا، احنا مش غلابة. يعمل وليمة، طب انت مش قد الكلام ده، بس ده كرم طالع طبيعي من قلب شبعان قوي بربنا، ودي سمة القديسين عموما،
ده طبع القديسين، تلاقوا فيهم كرم غريب وهم مفلسين أساسا بلغة الدنيا، بس هم مش مفلسين روحيا. حب الله يخليك تحس بمسؤولية عن العالم كله. احنا لسه يا جماعة بنبص تحت رجلينا، بنبص على كنيستك وفصلك وبيتك وعيلتك، والمسيح عينيه بص على الكرة الأرضية بكل اللي عليها. لو قربت من المسيح وشبعت بيه هيقول لك بص معايا على الكرة الأرضية. القديس بولس بقى يعمل كده، ما كانش عنده جغرافيا زي اللي عندنا دلوقتي ولا كرة أرضية، بس ازاي الراجل ده كان مهموم بكذا بلد في وقت لا فيه انترنت ولا طيارات ولا ايه؟ ازاي انت يعني ما تركز في حتة وخلاص؟ لا لا، اللي بيحركه مش يعني خطة رسولية، لا، اللي بيحركه حب إلهي. ربنا بيقول له الناس دي طيب، ودول طب، ودول طيب، خلاص، فما بيقعدش في حتة. هل تبتدي بالنمو في الحب الإلهي ولا الحب البشري؟ سؤال محير. يا ترى أجاهد طيب أقرب من ربنا وأشبع، ولا أعمل الواجب مع الناس؟ أنا بميل للنقطة الأولانية. لو ركزت في صلاتك وشبعت هتلاقي المجهود اللي بتعمله في حب الناس قليل قوي وطالعة لوحدها. عشان كده الآباء الروحيين طيبين قوي، دي نتيجة طبيعية. حرارة الصلاة بتوسع القلب قوي، تخليه يعرف يقدم حب من غير مجهود ويوصل للميل التاني من غير تفكير. نفس الكلام، العشرة مع الإنجيل والامتلاء بالنعمة اللي في كلام ربنا بيغير موقفك من الناس. النظرة العادية خليك حذر من فلان، ابعد عن فلان، تجنب فلان، اتقي شر فلان، علق على فلان، ده العادي. لكن ترجع للإنجيل تلاقي حب فلان واعذر فلان وشجع فلان واخدم فلان، اتبدلت خالص. الإنجيل بيعمل كده، بيعمل المعجزة دي، النقلة دي. لو قعدت ترصد إحسانات الله وقد إيه ربنا مغرقك وساتر عليك ومستنيك في السماء، كمان على باب السماء مستنيك، هتلاقي نفسك يا رب أسهل حاجة أحب الناس مهما كانوا بعد كده قصاد اللي أنت بتعمله ده كله. تقول لي سامح، ده أنا سامح لما يقطعوني كمان، بدل فيها سامح، إيه المشكلة يعني؟ اللي أنت قلته من شوية، التواضع مفتاح الحب. كمان لما الواحد بيكون قريب لقلب ربنا التواضع بيسكن في قلبه، لأن الله متواضع بطبيعته، والتواضع يخليك بتحب من غير ما تحس كده، لأنه بيحررك من العدو اللدود للحب اللي هو الأنا. عشان كده قال تحب قريبك كنفسك، ما قالش اكره نفسك ولا انسى نفسك، بس على الأقل حب الناس زي ما بتحب نفسك. التواضع يخليك خجلان من محبة ربنا وكارز بالمحبة، يعني طول الوقت بتتحرك مديون، مديون للمحبة الإلهية وللكرم الإلهي، فعمال تسدد في دين لولاد ربنا لأن أبوهم مغرقك. فطبيعي أنت بتعمل الواجب بزيادة بسبب اللي أنت واخده من أبوهم قبل كده. عموما علامة الاستنارة أو المسيحية الحقيقية هي مزيج من التواضع والمحبة الصادقة. يعني ما تبقى حياتك كلها تواضع وحب، انت كده بقيت شبه المسيح. تحب قريبك كنفسك، شيل قريبك، حط بقى شخصيات كتير. حط مراتك كنفسك، حط أولادك كنفسك، حط صديقك كنفسك، حط زميلك كنفسك. هتوصل لأصعب واحدة اللي هي ايه بقى؟ عدوك كنفسك. لأن من هو قريبي طلعت مسافة بين السامري واليهودي، لكن السامري حبه كقريبه، حبه كنفسه. السامري عمل اللي كان يتمنى يتعمل فيه لو هو في الحالة دي، منتهى الإخلاص والأمانة والإنقاذ والمصاريف وكل حاجة. ليه؟ حط نفسه في الموقف فعاش الآية. لو أنا في الموقف ده وبموت كنت أتمنى يتعمل معايا كل ده، فعمله بالظبط. لإلهنا كل مجد وكرامة.